خلينا نروح لارض الملعب ومراسلتنا العزيزه روزان نصر واللقاء مع نجمه الفريق نادين السلعاوي. اتفضلي يا روزان. كابتن هيثم من جديد طبعا برحب بيك، برحب بكل ضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب كل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك طبعا فوز النادي الاهلي على الجزيره ببطوله طبعا يعني دوري السوبر. خليني طبعا دلوقتي حالا احتفل مع كابتن نادين السلعاوي نجمه الفريق، يعني الف مبروك يا كابتن، بقول لك مبروك، اداء مميز، اداء قوي النهارده، بقى تحبي تقولي ايه بعد طبعا الفوز بالبطوله؟ يعني الحمد لله طبعا على الخماسيه، يعني دي حاجه كان تارجت بالنسبه لنا احنا حاطينه من اول السنه، والحمد لله طبعا ان احنا نقدر نحققه بدون هزيمه السنه دي، دي حاجه يعني تتحط كده ونبتدي نبني بقى عليها ان شاء الله بطوله عربيه وبطوله افريقيه، اجواء جميله قوي والحمد لله الفرحه حلوه دايما. قولي لي يا كابتن، يعني النهارده يمكن المباراه جيم 2 كان شويه صعب، النهارده كلميني اكتر عن كان احساسك ايه قبل النهارده جيم 3؟ طبعا عشان زي ما انت قلتي جيم 2 يعني الدنيا كانت ازمت معانا شويه، فاحنا ممكن نكون النهارده كنا مركزين قوي قوي ان احنا ننزل وقت ونتفوق من اول دقيقه وما نديهمش فرصه اصلا ان هم يخشوا في الجيم، وقدرنا ان احنا نعمل كده. يعني الحمد لله طبعا يعني كان مجهود كبير قوي، احنا تعبنا قوي السنه دي، فالحمد لله اللي احنا قدرنا يعني نحقق ده ونكسب. كابتن نادين الف مبروك مره ثانيه وبشكرك وكل التوفيق ليكي. كابتن هيثم ده كان طبعا لقائنا مع نجمه الفريق كابتن نادين سلعاوي، بشكرك وعوده ليك مره ثانيه. روزان بشكرك شكرا جزيلا، والف مليون مبروك لنادين وكل اللاعبات.